بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا Advanced Open General Exercise أو أسئلة للمتفوقين على Unit 4، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الأسئلة اللي معنا من كتاب جيم أسئلة للمتفوقين، ياريت نركز فيها. عندنا سؤال أو question number one: if this train gets delayed، يعني لو القطار تأخر، we will miss our space to Paris، هنفقد إيه لباريس؟ contact اتصال، communication تواصل، connection اللي هي وصلة، ولا contradiction اتفاقية. طبعا هنا connection، ليه؟ لأن هنا connection بتعني إن وسيلة المواصلات اللي المسافر بيستخدمها بعد استخدامه لمواصلة أخرى، وسيلة مواصلات بيستخدمها المسافر بعد استخدامه لمواصلة أخرى بنسميها connection. Number two, the new traffic law، القانون الجديد للمواصلات، will come into space after 2 months، هيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين. يعني يدخل حيز التنفيذ هنا ده expression اسمه come into effect، come into effect يعني يدخل حيز التنفيذ. طبعا effect يؤثر، perfect مميز، erect يشيد. لا، هنا هيبقى كلمة ايه؟ effect expression على بعضه، come into effect، come into effect معناه يدخل حيز التنفيذ. These apartments، هذه العمارات أو المباني السكنية، come with many space including free parking and use of the swimming pool. طبعا these apartments come with many extras، extras يعني إضافات، extras إضافات متضمنة including free parking يعني اللي هو ركن السيارة الحر، and use of the swimming pool واستخدام حمام السباحة. يبقى هنا extras يعني إضافات. It's known that historians continue to speak what happened to the ancient queen. طبعا it's known يعني معروف، historians اللي هو المؤرخين، continue استمروا to debate، debate يعني يتناقش. طبعا هنا بيتناقشوا بشكل رسمي في موضوع معين للوصول لنتيجة اسمه debate، يبقى debate هنا يتناقش بشكل رسمي، debate. لكن date اللي هو الدين أو مدين، الدوت ديبوت طبعا يتنازع، لا هنا ديبيت. mothers traditionally يعني الأمهات تقليديا، space their babies for 2 years، طبعا الأمهات تقليديا بترضع أطفالها لمدة عامين. طبعا هنا نيرس، كلمة نيرس معناها ممررة أو يرعى أو معناها يرضع، فهنا بترضع أطفالها لمدة عامين. أما بوليس اللي هو يؤمن أو يأمن، تشيتي يغش، وبولي طبعا اللي هو يتنمر. In winter في فصل الشتاء، my friend usually swims out into the spill sea water. In winter في فصل الشتاء، my friend صديقي usually swims يعني عادة ما بيسبح out into the space into the space sea water into the cool sea water. cool يعني بردة، بس يعني ايه not very cold يعني مش بردة جدا، بس ايه لطيفة كده. فcool معناها بارد قليلا، into the sea into the cool sea water يعني مية البحر الباردة قليلا، يعني بتبقى لطيفة. I didn't quit what the teacher was explaining. I didn't quite space what the teacher was explaining. follow يعني يفهم هنا، ولا يتتبع، ولا disobey لا يطيع، ولا mind يعني طبعا يمانع، ولا break يكسر. طبعا I didn't quite follow. follow هنا معناه understand، يعني أنا الطالب إلى حد ما لم يفهم what the teacher was explaining اللي هو بيشرحه. يبقى هنا follow means understand. The police found a space which is used for storing weapons
and explosives. طبعا the police الشرطة وجدت A which is used بيستخدم for storing لتخزين ال weapons الأسلحة and explosives والمتفجرات phone in ولا مجازين. طبعا مجازين لأنها معناها هنا مخزن، مخزن للأسلحة. كلمة مجازين عارفين إن معناها مجلة، والمعنى التاني ليها مخزن، مخزن لتخزين الأسلحة والمتفجرات. The store sells only the highest space of clothes. They are very expensive. طبعا the store المتجر بيبيع only the highest the highest grade. grade هنا معناها مستوى، يعني أعلى مستوى من الملابس. so they are very expensive. لذلك هو غالي جدا. لكن طبعا degree درجة علمية، grade طماع، regard يعني اعتبار. it's clear من الواضح that the cushions اللي هي الوسائد are starting to space out a little. we need to buy new ones. محتاجين نشتري جديد. طبعا هنا تتآكل، كلمة تتآكل عندنا اسمها wear out. wear out يعني تبلى أو تتآكل. تبلى يعني تبلى يعني معلش تستعمل أو تتآكل. I'm sorry I can't buy a modern car for you. أنا آسف ما أقدرش أشتري لك سيارة جديدة. it's too طبعا هنا it's too beer اللي هو الدب، ولا دير بير، ولا عندنا دير، ولا عندنا هنا فير خوف، ولا اير اذن. طبعا هنا دير. it's too dear معناها it's too expensive. هنا دير بتساوي expensive يعني غالية الثمن. it's too dear يبقى كلمة دير معناها عزيزي او معناها غالي الثمن. it's too dear يعني غالية الثمن. during the last holiday I spent nearly 5 space pounds. I spent only 5,000. طبعا هنا thousand فقط. ليه؟ ألف مرة قلنا إذا سبقت كلمة thousand أو hundred برقم فلا تجمع، يبقى تبقى thousand فقط. إمتى نحط لها إس الجمع؟ لو ما فيش لها رقم. thousands of people, thousands of money، لكن 5,000 لأنها أصبحت صفة هنا والصفات لا تجمع. During their voyage, the ship spaced on its side and began to think. During their voyage, يعني أثناء أو خلال الرحلة البحرية, the ship, السفينة, بدأت هنا, listed, ولا lasted, طبعا lasted تدوم أو تستمر, ولا enlisted, ولا enrolled, طبعا enlisted يدرج أو يدرج أو يلتحق بشيء. طبعا هنا listed معناها leaned يعني تميل. بدأت السفينة تميل on its side. يبقى list معناها قائمة أو معناها تميل، بتساوي بالضبط المعنى للفعل leaned يعني يميل. leaned أو listed يعني تميل. many parents lack confidence in their ability to space a change in their children's behavior. many parents يعني الكثير من أولياء الأمور بيفتقدوا الثقة in their ability في قدرتهم to effect. effect هنا معناها يحدث تأثير، يحدث تغيير. effect كفعل معناه يحدث تغيير. to effect change. to عارفين ان effect دي اسم معناه مؤثر، ولكن to effect change معناه يحدث تأثير او يحدث تغيير. فالفعل effect لوحده كده معناه يحدث وليس يؤثر، يحدث تغيير. this wall should be spaced to be strong enough during the earthquake. this wall يعني هذا الحائط should be made to be strong ولا should be done ولا should pointed ولا should served. طبعا هنا this wall should be pointed يعني يقوى، يعني يتقوى، يعني by to be strong enough during the earthquake خلال الزلازل. يبقى هنا pointed يعني يقوى باستخدام الأسمنت أو الطوب. يبقى هنا pointed. عارفين ان الفعل point معناها يشير الى، point يعني يشير الى، ولكن هنا pointed to be strong معناها يقوى او يشتد. يقوى يعني حاجة تبقى قوية باستخدام الاسمنت الطوب and so on. everyone likes talking about themselves.
ليه؟ عارفين ان كلمة everyone او everybody او anyone او anybody او someone او no one، التعبيرات دي كلها بتعامل معاملة المفرد، يعني الفعل بتاعها بيبقى مفرد. زي ما شايفين كده عندنا likes، likes فعلها مفرد لان كل ما يعود على it فهو مفرد، ويعود عليها ضمير جمع، يعود عليها ضمير جمع. يبقى everyone likes talking about themselves، كل واحد بيحب يتكلم عن نفسه. and what they have done، وماذا فعل. the test was space difficult for many students to answer، a few answered it، القليل أجبوا عليه. the test was too difficult for many students to عندنا كده يقول لنا تو معناها جدا جدا، لدرجة أن لا يفعل الشيء، معناها إن حاجة أكتر من القدرة اللي إحنا نعملها. يبقى the test was too difficult for many students to answer. طب ليه قلنا تو؟ عشان في الجملة التانية في تو اسمها تو adjective تو infinitive. عندنا تو adjective اللي هي تو answer، وتو infinitive اللي هي عندنا تو answer. I was so happy to see that my young daughter did her work on her own. I was happy. أنا كنت مبسوط جدا لما رأيت أخت الصغيرة did her work بتعمل واجبها on her own، يعني alone يعني بمفردها، نفتكرها كده on her own. on هنا معناها one يعني alone، on her own يعني alone، لكن عندنا of her own معناها يعني ملكي، يعني حاجة بتدل على own يعني ملكية، ولكن on her own معناها alone يعني بمفردها. space strong he is I can beat him at any time. طبعا بالرغم من انه قوي انا استطعت ان انا اهزمه. بالرغم من اللي هي although، ولكن عندنا صفة والفاعل ثم الفعل، فهي however يعني بتساوي بالضبط بالمعنى although، ولكن however دايما بتيجي في النص عشان تساوي although بتيجي في النص. مفروض اقول he is strong or however I can beat him، يعني هو قوي رغم من كده انا هزمته، ولكن however لو جت في بداية الجملة بيجي وراها صفة ثم الفعل ثم الفعل. however strong he is، يبقى however لو جت في بداية الجملة ومعناها بالرغم من بجوارها الصفة ثم الفاعل ثم الفعل. we all should avoid space at by in one. طبعا يجب ان احنا كلنا نتجنب السخرية من الاخرين او ان يضحك علينا. معنى كده ان الجملة باسف. طب avoid بيجي ورا الفيرب فيه ing، طب الباسف من الفيرب فيه ing هيبقى being والتصريف التالت. من هنا being والتصريف التالت طبعا هنا letter g، يبقى we all should avoid being loved at by anyone. my friend likes watching action films and I like them too. ليه بقى هنا تو؟ لأن الجملة الأولى مثبتة، تو معناها أيضا، بتيجي في نهاية الجملة المثبتة ومعناها أيضا، على العكس منها أيضر. أيضر بتيجي في نهاية الجملة المنفية، يعني لو قلت my friend doesn't like watching action films and I don't like them either. أيضر هنا معناها أيضا، يبقى تو في نهاية المثبتة وأيضر في نهاية المنفية. I need to have my hair. أنا محتاج شعري. have طبعا بنسميه causative يعني المفعول لأجله. لو عندي غير عاقل يبقى التصريف التالت، غير عاقل التصريف التالت. طب التصريف التالت هيبقى عندنا lengthened أو shortened. it's really very tall، هو طويل جدا، يبقى معنى كده إن هو هيأثره، يبقى shortened. space she studied more she would have got better marks. طبعا هنا she would have got حالة if التالتة، would have والتصريف التالت. طب بديل if الحالة التالتة عندنا had والفاعل والتصريف التالت. مرة تانية نبص على الجملة التانية، دي طبعا حالة if، would have والتصريف التالت حالة if التالتة. طب اللي بيحل محل if الحالة التالتة had في جميع حالتها والفاعل ثم التصريف التالت. my mother always advises space early to keep healthy. مامتي دايما بتتجنب النوم مبكرا عشان تبقى في النوم، او بتنصح بالنوم مبكرا للاحتفاظ بالصحة. to
to sleep ولا to sleeping ولا slept ولا sleeping. عارفين ان الفعل advise عشان يجيب معاه to والمصدر لابد يكون ورا مفعول. My father always advises me to sleep for example advises me. يبقى عشان نجيب معاه to والمصدر لابد يكون فيه مفعول. طب ما عنديش مفعول يبقى الفيرب فيه ing مباشرة زي الجملة اللي قدامنا. My father والدي دايما advises sleeping early دايما بينصح بالنوم مبكرا. يبقى ما استخدمناش to والمصدر عشان ما عنديش مفعول. لكن ما فيش مفعول يبقى الفيرب فيه ing. I'd prefer to study space sleep to achieve my goals. I'd prefer to study rather than. طبعا I'd prefer بيجي وراها to والمصدر. I'd prefer أنا أفضل بيجي وراها to والمصدر. ولكن في حالة فعلين يبقى الفعل الأولاني to والمصدر والفعل الثاني rather than والمصدر. طب إمتى بجيب معاه to؟ لو عندي I prefer studying لو الفعل في ing to sleeping. مرة تانية الجزئية دي I'd prefer بيجي معاه to والمصدر ولكن في حالة وجود فعلين بجيب الفعل الأولاني يبقى to والمصدر زي to study والفعل التاني rather than والمصدر اللي هو sleep. طب امتى بجيب معاها to؟ لو عند الفيرب الأول فيه ing يبقى التاني ing مسبوقا بto. I prefer studying to sleeping. Hurry, the bus is busy. I don't want to miss it. The bus, hurry يعني أسرع. The bus is coming يعني الباص جاي. I don't want to miss it. أنا مش عايز أفتقده. طبعا الفعل هنا بيدل على continuous يعني الاستمرارية يعني مستمر. Hurry يعني بسرعة. The bus is coming. الأتوبيس جاي. I don't want. فالفعل هنا حركة وبيدل على الاستمرار. يبقى الفيرب اللي هو present continuous يبقى إيه؟ Is coming. I space play table tennis a lot but now I am too busy. أنا دايما أو أنا كنت متعود ألعب كرة سلة كتير بطنة ولكن الآن أنا مشغول. طبعا هنا I used to. I لما يكون الفاعل عاقل وعندنا المصدر يبقى used to اعتاد عمل شيء في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر. يبقى عندنا used to. used to معناه اعتاد عمل شيء في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر. I should have tried harder to get the marks I wanted. This sentence expresses I should have tried. كان يجب أنني أحاول بجد أحصل على أعلى الدرجات اللي أنا عايزها. يعني كنت مفروض أحاول بجد. I should have tried harder to get the marks. هنا should have plus BB بتعبر عن deduction الاستنتاج ولا advice نصيحة. طبعا advice لو should والمصدر. Regret يعني ندم. طبعا هنا ندم. عارفين أن should have والتصريف الثالث لها استخدامين لإما regret الندم أو blaming اللوم. لو أنا بلوم شخص أقول you should have tried hard يعني هنا بلومه. ولكن لو أنا بتكلم عن نفسي I should have والتصريف الثالث يبقى بتكلم عن الرجريت الندم على عدم فعل شيء في الماضي. Oh no, I space all these clothes. It isn't cold and I don't feel at ease. Oh no, I didn't have to wear ولا I mustn't have to wear ولا I don't have to wear ولا I needn't have worn. طبعا هنا I needn't have worn these clothes ما كنتش محتاجة ارتدي هذه الملابس. It isn't cold أي الطقس ليس بارد and I don't feel at ease وأنا مش مرتاح. فطبعا هنا هو خلاص لابسها بس هو الجو مش يستدعي ان هي يرتديها ولا بيشعر بالأمان فيها. فطبعا هنا needn't have worn I needn't have. لكن لو ما ارتدهاش فطبعا didn't have والتصريف didn't have to والمصدر. I was so angry when I heard that my friend's house space last week. I was so angry. أنا غضبت جدا لما عرفت إن إن منزل أصدقائي collapsed انهار. was collapsed ولا had been collapsed ولا would collapse. طبعا هنا last ماضي. طبعا يبقى أول ما تنفعش ممكن أقول collapsed. ليه؟ لأن الفعل collapsed ده يعني انهار ده فعل لازم يعني غير محتاج لمفعول.
فطبعا المنزل انهار، collapsed. it collapsed يعني انهار. طبعا ليست passive ولكنها جملة في المعلوم، وكل الفعل فقط لأنه هنا لا يتبع بمفعول، عشان كده ما ينفعش يتبنى الايه للمجهول، يبقى the house collapsed. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالأدفانسد بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، وانتظروا باقي الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.